وقف مرة مسيلمة مع عمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو بن العاص في الإسلام، فقال له عمرو: يا مسيلمة، يعني ما أخبارك؟ أنت الآن نبي وعندك وحي وكذا. قال: يا أنا نبي برضو. ثم قال مسيلمة: يا عمرو، أعلمت ما أنزل علي البارحة؟ قال: وما أنزل عليك؟ سمعنا آيات، وما أنزل عليك؟ وطبعا الآن مسيلمة غير مكذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن أنك أنت نبي، لكن أنا نبي برضو. فقال عمرو بن العاص: ماذا أنزل عليك البارحة يا مسيلمة؟ عمرو بن العاص داهية من دواهي العرب، ما هو لعب، ما هو تقول لك كلمتين وصدق. فقال: أنزل عليك. قال: ماذا أنزل عليك؟ قال: أنزل علي سورة كسورة الفيل. وش عندكم؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنا عندي سورة فيل برضو. قال: سمعنا إياها. قال: الفيل، وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل وذيل قصير. خلصت السورة. مش إن أعطيناك الكوثر ثلاث آيات، هذه ثلاث آيات. عمرو بن العاص نظر إليه قليلا، قال: ها، وماذا أنزل إليك أيضا؟ قال: أنزل علي سورة الضفدع. قال: ها، سمعني إياها. قال: يا ضفدع، نقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا الطين تكدرين. انتهت. نظر إليه عمرو ثم قال: يا مسيلمة. قال: نعم. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب.